مفيش شك ان الميه هي سر الحياه، وزي ما بنقول كده لما بنبقى موجودين في بيوتنا ومقفول علينا باب وبين اربع حيطان والميه تقطع لساعه ولا نص ساعه، البيت كله يبقى فيه ربكه ونبقى مش طايقين نفسنا ونبقى مخنوقين وحاسين انه في حاجه كبيره جدا ناقصانا داخل البيت، رغم ان ممكن يكون عندنا بعض الحاجات اللي احنا يعني مخزنين فيها ميه عشان نستخدمها، بس برضو بنبقى مخنوقين لعدم وجود ميه باستمرار داخل البيت. ما بالكوا بقى بالناس اللي عندهم ميه هم يعني محوشينها، ولا ميه في حنفيات، ولا في حنفيات اساسا، ولا في مكان يشربوا منه، ولا في مكان يغسلوا منه، ولا في حاجه يقدروا يطبخوا منها. اكيد الحياه بتبقى صعبه جدا. محتاجين اننا نحس ببعض، اكيد محتاجين اننا نحس ببعض، محتاجين اننا نحس بغيرنا ونحس بالناس اللي ممكن يكون احنا عندنا حاجات هي مش موجوده عندهم. ده مهم جدا انه يبقى عندنا. محتاجين نحس بالناس اللي بتمشي مسافات طويله جدا ومعاها جراكن او اي حاجه عشان يملوا فيها ميه من جامع في منطقه بعيده قوي، ويبقوا ماشيين في عز الحر، وستات واطفال وستات كبار في السن وماشيين بيتسندوا وماسكين الجراكن عشان يروحوا مسافات طويله قوي يملوا بس حاجه ممكن يكونوا بس عشان يشربوا وياكلوا منها. ناس كتير قوي محتاجين اننا نكون جنبهم. الحقيقه جمعيه البر والتقوى ممكن تكون كانت حريصه جدا انها توصل للناس اللي ما عندهاش ميه ومحتاجين توصيلات ميه ومحتاجين ابار ميه عشان تقدر توفر لهم ده، والمفروض اننا كلنا نكون حاسين بده ونكون معاهم. معانا النهارده ده الشيخ عماد عوض، رئيس مجلس اداره جمعيه البر والتقوى المصريه. هنشوف ازاي قدروا يوصلوا للناس اللي ممكن يكون ما عندهمش ميه، مناطق كتير ممكن يكون ما دخلهاش ميه، وبيقدروا يعملوا معاهم ايه. شيخ عماد سلام عليكم ومنورني. اهلا بيك. ازي حضرتك وازي الساده المشاهدين؟ الحمد لله بخير، منورنا. الله يكرمك يا رب. يعني عمل عظيم انتوا بتقوموا بيه الحقيقه، ويمكن من اكتر الحاجات العظيمه. الجمعيه طبعا ليها انشطه كتير جدا، لكن من الحاجات المميزه الحقيقه جدا هي ابار المياه وتوصيلات المياه اللي بتكون داخل البيوت والمناطق اللي ما بتوصل لهاش مياه. وصلتوا لايه من خلال الجمعيه؟ وقبل ما اقول وصلت، عايز اقول هو احنا ليه اتجهنا للابار واهتمنا بيه. احنا كنا في قافله في سيناء الحبيبه في شمال سيناء، واخدين ميتنا معانا ميه معدنيه، وعارفين الظروف اللي هناك، لكن ما كناش نتخيل ان ما فيش هناك ميه. خلصت الميه مننا، احنا قعدنا كام يوم هناك، وبعدين بدانا نسال على ميه. قالوا احنا بنملى من خزان ميه موجود في المنطقه الفلانيه. فروحنا بالسياره عشان نملى من الخزان. لقيت مسافه طويله جدا بالعربيه. يا ريت تسيبك بالمسافه، احنا معانا العربيه. المشكله ايه بقى؟ الخزان محطوط عليه سده كده، هو مبني خرسانه وعليه سده من البوص مقطعه وملان حشرات. يا ساتر يا رب. فاحنا بنبص على الميه، هي دي الميه اللي هنشرب منها؟ قالوا احنا الفنطاس الميه بيجي لنا كل 16 يوم يملى البتاع زي ما انت شايف كده، ويفضل بقى زي ما انت شايف المنظر. قلت لهم منظر ايه؟ انتوا بتشوفوا الميه دي وانتوا بتشربوها؟ طب وانتوا ايه مشكلتكم ومفيش هنا ميه خالص؟ قالوا مفيش. طب عايزين نحفر ابار. استعنا بقى بفريق جبناه كذا حد، سمعنا ارقام كتير خياليه. كان اول مره بقى عملنا بير كان اتكلف 130,000 جنيه. يا نهار ابيض. 130,000 ليه بقى؟ الاماكن ما فيهاش ميه ومفيش كهرباء في المكان، فكنا بنجيب محول كهرباء نشتريه من بورسعيد، مولد كهرباء كبير، ونصفره، وكان موال كبير جدا يعني عشان يدخل ويتركب بالاضافه للحفر. النهارده الدوله وفرت لنا موضوع الكهرباء هناك. احنا عملنا اكتر من 70 بير في سيناء الحبيب. كنا بنفاجئ بقى مدارس بالكامل ما عندهاش ميه. ده في سيناء؟ ده في سيناء، تمام. مدارس بالكامل ما فيهاش ميه. متخيله حي سكني كامل ما فيش فيه ميه. فبدانا نعمل الابار بالشكل اللي هو جنب المدارس الاول عشان نغذي المدارس ونغذي المنطقه. دي كانت بدايه الشغل في وسط العشش والتجمعات. اللي كان شيء عجيب بنلاحظه ان دي مرحله حفر، لسه هيركب بعد كده الموتور ركب، عشان بس الناس تشوف المراحل. طبعا مهم جدا. احنا بنشتغل ازاي؟ بعد كده الخزان بيركب. تخيلي حضرتك اللي بيروح يملى الميه حريم. ما انا شفتهم. ياخدوا العربيه الكار، وشايفه دي كل دي مساكن، دي بيوت على فكره من العشش. هتقولي الناس دي ساكنه كده ليه؟ هي دي حياه البدو.
تمام، شايفة كانوا بيمشوا مسافات طويلة جدا، واحنا مشينا المسافات دي بصراحة يعني. كان منظر صعب انك تلاقي في الاخر بير اتعمل في وسط تجمع كان حلم لهم كلهم. ما عادش اهتمام بقى بالفنطاس، والمكان التاني ده اتعزل خلاص. عملنا في المناطق دي اكتر من 5 ابار. كان مطلوب مننا نعمل بير في منطقة اسمها الحسنة وسط سينا، بس ده مكلف جدا بصراحة لان العمق بعيد، محتاج 160,000 جنيه. فقلنا هنجمع اكتر من متبرع في المكان ده، لكن ما لقناش صدى له. ده هيغذي مركز كامل. طب وانتوا ما لقيتوش صدى ليه؟ الناس كل واحد عايز يعمل بير لوحده على قده وخلاص، لكن مش بالمبلغ الكبير. المبلغ كبير كبير جدا بالنسبه للناس يعني. يعني احنا حتى لما اشتغلنا في قريه اقريه تبع الحسنه برضو قبل جبل الحلال بحاجه بسيطه، عملنا هناك مسجد، والدوله عملت تطوير رهيب في القريه، كانت محتاجه برضو عايزه بير. تمام، بس بير برضو على عمق بعيد فما قدرناش نعمله. لازال في اماكن كتيره محتاجه مننا ابر. ناقص قد ايه؟ كتير كتير، انا محتاج على الاقل يجي 2000 بير كمان. كلهم في سينا؟ لا، هو سينا احنا واقفين بقالنا الوقت من بعد الحرب على الارهاب هناك، لسه مش قادرين ندخل، لسه الاوامر ما صدرتش ان احنا ندخل، لان احنا مرصودين برضه. ليه؟ احنا بنحل ازمات جامده للناس، فدي بتضايق جدا الارهابيين يعني. لكن الاماكن اللي في الاسماعيليه او في بني سويف او في المنيا محتاجين كميات كبيره جدا. اكتر المناطق اللي محتاجه ابار ميه اسماعيليه وبني سويف. بني سويف فيها ميه شرب خطوط شركه، لكن المشكله الميه بتقطع فتره كبيره. يعني ممكن تيجي يوم في الاسبوع او يومين بس وبقيه الايام مفيش ميه. تخيلوا بقى احنا هنا في القاهره او في الجيزه الميه بتقطع بس ساعه. ده احنا لما بيبعتوا يقولوا بكره يا جماعه الميه هتقطع 4-5 ساعات بنبقى هنتجنن، مش عارفين يعني ال4-5 ساعات دول هنعيش ازاي. ده في ناس بتقول احنا بنسيب البلد خالص ونروح عند قرايبنا في بلد ثانيه عندهم ميه في اليوم اللي هيبقى الميه قطع. عيشه صعبه. طب دي ناس عايشه بقى خالص مفيش ميه زي هنا، واكيد هنسمع صوت ناس وهي بتتكلم لو في امكانيه، وهم بيشرحوا احنا بنعمل ايه، ما عندناش ميه وبنعمل ايه. الناس لو الصوت يتفتح ونسمع كلام دعوات الناس ديت وهي بتدعي فرحانه. اصل بصوا يا جماعه، يعني كان في ناس بتقول لك ايه الميه ايش عرفك ان هي ميه صالحه للشرب. هم مش لاقيين ميه صالحه ولا مش صالحه. لا، واللي حضرتك كنت بتشرحه دلوقتي وانه الميه فيها حشرات والناس بتشرب هي منها، هي دي اللي حلوه يعني؟ دي صعبه قوي قوي قوي. احنا بنقول ايه يا جماعه؟ زي يعني بنقول ايه، مش هنقدر نحل المشكله كامله، بس بنوصل لحد معقول مع الناس. ان الناس عايزه تستحمى، عايزه تتوضا، عايزه تسقي حيواناتها، عايزه تطبخ تمام من الميه الحلوه، وعايزه تشرب. تمام، 5 حاجات للبير يعني، مش البير للشرب بس. فاحنا بدانا نحل، نعمل بير بفلتر بكولدير ميه. وناس كانت اتصلت وقالت اما الشتاء خلاص داخل على الابواب، فانا عايز اقول لكم المناطق دي ما تعرفش حاجه اسمها شتاء. هم عندهم يعني ايه دايما الدنيا حر في الصعيد، احنا عارفين الوضع بالليل بس شويه برد كده وخلاص، لكن اللي عندهم مطر ولا غيره. تمام، اما بالنسبه للاسماعيليه المطر بيبقى ينزل شويه مطر، اول ما الشمس بتطلع حر شديد. فهم بيعتمدوا اعتماد كلي على الميه، بقى لو كانت ميه بارده. فانا عايز اقول للناس، الناس بتقول طب انتوا الوقت بتحفروا في الاماكن، ممكن نحفر بير واحد نحفر له 3-4 مرات، لان ممكن سبحان الله ممكن بعد متر تلاقي ميه حادقه، وبعد متر تلاقي ميه عذبه. طب انت ليه ما بتحددش بالظبط؟ عشان احدد لازم ارجع للتصوير الجيولوجي بالقمر الصناعي. هو احنا عارفين نلم ثمن البير لما ادفع ثمن القمر الصناعي بالظبط؟ ما احنا خلينا عقلانيين شويه يعني، احنا بنحاول نوفر الجنيه على امل ان ممكن يفيض من البير بتاعك مبلغ اكون بيه واعمل كذا بير تاني بالزبط. في مكان تاني. لا، وانتوا عندكم كمان انا بعتبرها ان هي ميزه رائعه بصراحه، انه اي حد بيتبرع بشيء يعني، لو انا اتبرعت باني اعمل بير، انتوا لما بتعملوا البير ده او خطوات انشاء البير ده كلها الشخص المتبرع بيبقى شايفها قدامه، وراح وشايف فلوسه راحت فين واتعمل بيها ايه واتعمل بيها اللي هو طالبه ولا لا. فدي الحقيقه بتطمن ناس كتير جدا. وفي ناس كتير حضروا ولا زالوا بيحضروا معانا. دي متعه. بيحضر يقول لك عايز اشوف المكان. دي متعه. وبصراحه بتبقى فرصه حلوه، لانه بدل ما بيعمل بير بيرجع بعد كده بقى بمبالغ ماليه يوزع على الناس، بيرجع بشنط غذائيه يوزع على الناس. واحيانا بيقول لك لا انا مش هعمل البير،
الناس هنا غلابه قوي، انا عايز اشوف احتياجاتهم التانيه ايه اكتر، لان بيصطدم بمنظر الناس. لان هو الموضوع مش موضوع ميه بس يا جماعه، كنا احنا بنتكلم فاحنا بنحاول نحل يعني واحده واحده بعض المشاكل اللي ممكن يكونوا بيعانوا منها. خلينا نشوف الفيديو اللي معانا ونرجع نكمل مع حضراتكم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا بنناشد اهل الخير انهم انتم شايفين بنيجي من 4 كيلو بنمشي 4 كيلو عشان نملى ميه في الحر ده بعربة الكارو، ما عندناش ميه خالص. وبنناشد اهل الخير وكل ما في قلبه رحمه يبص انه يعمل طرمبه بير اي حاجه نشرب منها ابار. يعني ده ابسط 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 حقوقهم. انا هحكي برضو على موقف، لانه انا يا جماعه رحت شفت الناس دول وشفت عايشين ازاي وشفت حياتهم عامله ازاي. واذا كنا احنا يا شيخ حماد بنتكلم عن المناطق زي الصعيد وسينا واسماعيليه والمناطق دي، لا ده كمان هنا في، على فكره في القاهره في برضو ناس عايشين عندهم حنفيات. وده موقف حصل لي وانا بصور وش خير، ودخلت اتوضى والبنت فتحت لي الحنفيه، ففضلت الحنفيه تنقط نقطه وتسكت شويه ونقطه وتسكت شويه، فقالت لي يا طنط اجيب لك يعني شفش او اي حاجه تتوضي منه، فقلت لها لا، وتوضيت فعلا على النقط اللي هي نازله من الحنفيه دي، وانا يعني واقفه عشان استنى الوضوء ومشغوله جدا انه الناس دي طب عايشه ازاي؟ يعني نقطتين ميه وخلاص، نقطتين ميه وخلاص، وانا واقفه عشان اتوضى. طب دول لو عايزين يعملوا اكل، عايزين يشربوا، عايزين يتوضوا زي ما انا كنت واقفه اتوضى، عايزين يغسلوا هدومهم، عايزين اي حاجه. ده غير بقى الابتلاءات الكتير اللي ممكن تكون عندهم. يعني الحاله دي بالتحديد كانت حاله واحده ام عندها مرض في رجليها وكانت ما بتتحركش، والبنت اللي بتخدمها بنتها اللي هي الصغيره قد كده تقريبا، حاجه يعني محتاجه اللي يراعيها، وبتحط حاجه تقف عليها عشان تقف تغسل المواعين. طب بتغسل مواعين على ايه؟ على نقط ميه نازله. فمش بس في الصعيد، ده كمان في هنا ناس محتاجين توصيلات ميه عشان يقدروا ان هم يعني يقضوا حاجتهم زيهم زي اي حد محتاج. هو انا بقول للساده المشاهدين يا ريت تنزلوا، انزلوا شوفوا بنفسكم، لان المساله ما عادتش اكل وشرب، احنا بندور على اسس الحياه. النهارده احنا شغالين في الابار عشان ربنا قال وخلقنا من الماء كل شيء حي طبعا، لكن في مشاكل تانية كتيرة موجودة وقريبة مننا جدا، لكن احنا مركزين على المية والبيوت في نفس التوقيت ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم. دي التوصيلات، دي توصيلات مية. في ناس ما بتقدرش تدفع فلوس التوصيلة، بتقدرش 3000 جنيه او 4 او 2500 حتى، كتير عليهم ما يقدروش لانهم عايشين بالكفاف. فاحنا بنيجي للناس اللي زي ديت ونكلم ناس متبرعه بيجوا يدفعوا لهم في شركه الميه ويتم التوصيل لهم بالشكل ده، بيبقى حلمهم حنفيه واحده. في بعض المحافظات، في 11 محافظه في 276 قريه، الدوله بدات تدخل معانا بتوصل الميه، بس هي بتدفع 80% واحنا كجمعيات عن طريق المتبرعين بيدفعوا 20% ونوصل ميه شرب للناس، بس طبعا في الاماكن الاكثر فقرا، تمام، اللي هي مش محتاجه ميه ابار، اللي هي مثلا في اسوان في قنا في الحتت دي. فلذلك احنا بنقول للساده المشاهدين الميه من اعظم الثواب اللي ممكن تحصل عليه. طبعا عارفين يا جماعه ثوابها اكبر بكتير من المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصدقات الجاريه قال وبئر حفرته اول حاجه، المسجد ثالث حاجه، اول حاجه الميه. واتكلم النبي عن البير، ناس تقول مصر بلد النيل محتاجه ابار، طبعا محتاجه ابر. شركه الميه عامله شغل كبير جدا ما ننكروش، لكن احنا كتير واحنا اماكن صحيح. كتير عشوائيه ناس ساكنه فيها، في مناطق كتير محدش يعرف عنها حاجه، عشان انا حاجه نهائي. يعني احنا في احد الاماكن اللي عملنا فيها الابار لما اتكلمنا ومعالي المحافظ في الاسماعيليه اتصل يقول لك انت بتطلق اشاعات، اولا المكان ده مش عندنا في الاسماعيليه. قلت له يا فندم منزل الكيلو 11 في المنطقه الفلانيه، قال احنا رجالتنا راحوا ما لقوش حاجه. قلت له لا ابقى انزل معاك. المهم بعت ناس يجوا معانا وراحوا ما بقوش مصدقين. انت وصلت للناس ازاي؟ طب انتوا وصلتوا لهم ازاي يا شيخ حماد؟ بص حضرتك احنا من خلال وجودنا على الارض احنا متجولين. بتنزلوا تلفوا؟ احنا ما بنستناش الناس تبعت لنا. احنا بننزل، كل مندوب بياخد منطقه ياخدها يغربلها زي ما بيقولوا.
ويوصل لاماكن اللي هي النائيه، او احنا بندور على النائي ما بندورش على الاماكن اللي هي زي قلب القاهره وقلب الجيزه والحاجات دي. فاحنا موجودين على الارض، الناس بدات تثق فينا جدا، فاللي بيعرف حد بيبلغنا بقى زوروا المكان الفلاني. نروح نزور نلاقي المكان اصعب مما يتخيل، جالنا استغاثات كتيره بس مش قادرين نلبي. فلذلك بهب الساده المشاهدين شاركونا وساعدونا طبعا ان طبعا. احنا نسعد الناس دي ببير بتوصيله ميه، المهم نسعدهم في الايام الجميله دي. صحيح، هستاذن حضرتك هناخد مداخله من العميد ايمن الشرقاوي مدير العلاقات العامه بجمعيه البر والتقوى. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير، منورنا. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يكرمك، ومن تفوق وتقدم ان شاء الله للمزيد باذن الله. ربنا يخليك يا رب، بشكرك جدا. كلمني عن الانشطه اللي بتقوم بيها الجمعيه على مستوى المحافظات يا سياده العميد. بدايه طبعا انا برحب بالدكتور عماد عوض استاذنا الكبير ومعلمنا، واللي ادانا الطريق ربنا يبارك له وخلانا دخلنا على طريق الخير. الحمد لله بفضل الله الأنشطة على مستوى الجمعية بتزيد كل يوم عن الآخر، الحمد لله، وتفتح لنا مجالات بفضل الله كبيرة جدا، وده لسمعة الجمعية الطيبة جدا وشغلنا اللي على الأرض اللي بيتنفس فعلي. احنا الحمد لله الأنشطة اللي بتنفذها الجمعية، تقديم طبعا المساعدات المادية لكل الأسر المحتاجة بعد دراسة لحالتها الإنسانية، والبحوث اللي بتتم والاستفسارات اللي بتتم عن الحالة اللي هي فعلا تستحق، فبفضل الله احنا بنحسب لها المساعده المطلوبه. احنا بنسدد ايجارات شهريه لناس كثيره جدا على مستوى كل الافرع بتاعت الجمعيه بعد برضه الدراسه، وفعلا نتاكد ان الحاله تستحق المساعده. بنفك الديون الغارمين والغارمات بفضل الله، واحنا شغالين كويس جدا في الموضوع ده برضه. الفتره اللي فاتت احنا بدانا نطور شويه في انشطه الجمعيه، وبدانا نخش بقى في اجراء العمليات الجراحيه، بنساهم مساهمه كبيره جدا في ان احنا نساهم في اجره العمليات الجراحيه للاسر اللي محتاجه فعلا، بعد ما بيتم تنسيق عالي جدا مع الدكاتره ونطمن ان الحاله فعلا مستحق، والحمد لله اكثر من حاله الاشهر اللي فاتت. ده بالاضافه بقى للاعمال اليوميه الاسبوعيه اللي بتتم عندنا زي الطبق الخير اللي بيتم على مستوى الافرع بالكامل. ده طبق الخير؟ طبق الخير يا فندم، ده احنا بنقدم وجبات كل اسبوع على مستوى كل الافرع بالكامل بفضل الله، بيتم كل فرع بيبدا يعمل وجبات وتتقدم للاسر وتروح للاسر المتعففه اللي ما بتسالش خالص، بنوصلها لحد البيت ونقدمها. ده حاجه دي اسبوعيا بنوزعها، ده شبه ثابت خلاص، يعني ده امر مستديم للجمعيه. ده بتدرسوا كل اسره فيها كام فرد وبتودوا الوجبه؟ حاصرين الاسر، كل واحد معروف هيعمل قد ايه كل وجبه كل اسبوع، ونوزعها على مستوى الافرع بفضل الله، كل واحد في المنطقه بتاعته او المكان اللي هو بيقدم فيه المساعده. طبعا تجهيز عرايس، مش عايز اقول لحضرتك يعني بفضل الله كل اسبوع بيجي لنا من 2 لـ3 عروس على مستوى كل فرع كل اسبوع. يعني على حاجه وحاجه بتصيبنا اكتر بقى، احنا الحمد لله بدات المشاركه من الناس بعد الثقه اللي بتاخدها الجمعيه الحمد لله على الارض، الناس بدات تشارك معانا وده حاجه بتسعدنا كويسه جدا. يعني كل يوم بيزيد التبرعات وبيزيد المشاركه المجتمعيه، احنا طبعا بنامل ان هي تزيد اكتر واكتر، لان احنا عايزين لان الاعداد كبيره والاسر كتيره والمناطق اللي محتاجه حاجات كتير لسه في اعداد كبيره جدا طبعا، محتاجين نغطي مساحات اكبر بفضل الله، وان شاء الله احنا ماشيين بفكر كويس جدا، والتنسيق بيتم على اعلى احنا واحنا في الاقصر وبنصور، انا بقيت وانا ماشيه حزينا، واحنا ماشيين ولسه في ناس كتير قوي ما قدرناش نوفر لهم اللي هم عايزينه، وكنا منتظرين التبرعات. الفيديوهات بتاعت حضرتك حتى انا بشيرها للناس وبفرجها ليهم، واقول لهم ادي الجمعيه محتاجه، لان انتم شايفين ادي شغلها على الارض عامل ازاي. صحيح. الناس مش مصدقه، يعني قالت لا ده احنا كنا متخيلين الموضوع غير كده، لا قلت لهم احنا الحمد لله احنا بننزل على الارض، وادي برنامج بس انتم بتتفرجوا عليه وشوفوا الناس احنا بنعمل ايه، فاحنا محتاجينكم، احنا محتاجين مساعدتكم. عشان خاطر دي بلدنا، ما حدش هيبنيها غيرنا، ودول اهلنا، والموضوع على فكره مش بس ان انت بتسعد الشخص اللي بتساعده، ده ربنا سبحانه وتعالى بيدخل السعاده على قلبك من غير ما انت تبقى يعني متخيل انه ده جالك منين. الحمد لله، وده اللي احنا بننشره بقى ونحاول نوضحه للناس، ان الخير اللي انت بتعمله ده مش ما بيروحش هدر، لا ربنا ما يروحش ابدا، الله يوفى اليك.
صحيح. وربنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره، فده يعني ان شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. امين يا رب. وربنا يوفقنا باذن الله لخدمه اهالينا واخواتنا اللي احنا عايزين نسعدهم ان شاء الله، زي ما حضرتك كده بتسعدي وبتحاول تسعدي كل الاخرين، فان شاء الله احنا برضو مع كل واحد بيحتاجنا هيلاقينا واقفين جنبه ان شاء الله. لان احنا برنامج احنا معاك يعني، احنا جنبك واحنا في كل مكان انت هتفكر فيه هتلاقينا ان شاء الله. ربنا يقدركم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم. سياده العميد ايمن الشرقاوي مدير العلاقات العامه بجمعيه البر والتقوى، بشكر حضرتك جدا يا فندم، يعني انشطه كتير جدا واعمال عظيمه الحقيقه الجمعيه بتقوم بيها، وانا زي يمكن زي ما قلت من شويه ان الموضوع بس ان انت مش بتسعد الشخص اللي انت بتساعده، لا والله ده الموضوع فينا احنا، ده هي دي بس فرصه ربنا بيديها لنا عشان خاطر نقدر نحل بالصدقه اللي احنا بنتصدق بيها او بالزكاه اللي بنطلعها نحل بعض المشاكل اللي احنا عايشينها في حياتنا وفي يومنا ومش عارفين نلاقي لها حل، فالحل اهو. هو انا عايز اقول حاجه للساده المشاهدين، مفيش بيت في الدنيا ومفيش فيه هم ولا قرض طبعا ولا مريض طبعا، مفيش فينا واحد الا وخايف على اولاده من الضلال والمخدرات والقلق اللي موجود، مفيش فينا واحد خايف على نفسه يوم القيامه، كلنا خايفين. ربنا عز وجل بيدينا الحل ان احنا لو تصدقنا ربنا عز وجل هيحفظنا ويحفظ ولادنا. عايزين نخصص الصدقه دي بنيه هدايه ولادنا، بنيه حفظ بناتنا، بنيه شفاء مرضانا، يشيل المرض عننا، انه ربنا يشيل عننا. النبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقه طبعا. فلذلك بقول للساده المشاهدين البير من اعظم الصدقات اللي بها ربنا يهدي ولادك، يشفي معندك، يرحم موتاك، ويوم القيامه هيتغفر لك. صحيح. الراجل سقى كلب مره واحده بس، مرة واحدة في خف صغير كده، مش في بير كبير كده، خف صغير، فربنا شكره وغفر له، فما بالكوا احنا هنسقي. ربنا يغفر لنا يا رب كلنا ويتقبل منكم يا شيخ حماد. الناس عجلوا، عجلوا لنفسكم واعملوا هناك، ما تعملوش هنا. صحيح. لأن صحيح. في يوم القيامة ربنا هيقول لك ارجع، لو انت رجعت تقول ايه؟ يقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. صحيح. شيخ عماد نورتني وبشكر حضرتك جدا، واشوفك على خير ان شاء الله، وربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتك. الله يكرمك. بشكر حضرتك. لسه مكملين مع حضراتكم مشاهدينا فقراتنا، ولكن بعد الفاصل.